معي على الهاتف الأستاذة الإعلامية أستاذة فوزية محمد علي. طبعا حبيبتي. أستاذة فوزية محمد علي يعني برضو سنوات طويلة من العمل الإعلامي، برنامج صحتك، صفحات التاريخ، نشر اليوم، يعني عدد كبير من البرامج الناجحة على شاشة ماسبيرو، وكانت صديقة أيضا لل لا دي التوأم، انت التوأم انتمتها، بتاعها صديقتها توأم المقربه اكتر فايزه، اكتر واحده علينا للاستاذه بصراحه. فايزه وافر. استاذه فوزيه مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا لميس، اهلا بيكي، ويعني انا سعيده اهلا ان بيكي. حضرتك اسمع صوت حضرتك. ميرسي ميرسي، وانا اسعد. ميرسي فايزه ميرسي. واصف وكانت صديقه، كلميني على الانسانه اولا. ده كانت اكتر من صديقه حميمه، كانت اخت غاليه، كانت عشره العمر، كنا دايما نسمي بعض نمره واحد. كانت إعلامية يعني قديرة، مثقفة، راقية. عشنا مع بعض سنوات طويلة طويلة، لنا مع بعض ذكريات جميلة. من أول ما دخلنا التلفزيون تصادقنا وتزاملنا، وكنا قاعدين في مكتب واحد طول النهار قصاد بعض قاعدين. وكنت بشوف دايما ضيوفها لما يجوا، كنت بشوف مكتبها وهو مليء بالخطابات والفنانين لما كانوا يجوا والمخرجين لما كانوا يجوا. الحقيقة كانت أيام يعني جميلة جدا جدا، كانت أعز 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 صديقة ليا، موقف وكنا ما نخرج مع بعض. تنسيهولهوش، موقف لا يمكن أن تنساه أستاذة فوزية محمد علي لفايزة واصف. كنا نسافر دايما مع بعض، نخرج مع بعض، نهزر مع بعض. ورحت لها في الدنمارك لما كانت مسافرة، قعدت عندها يمكن شهر، يعني تمتعت جدا جدا في الفترة دي، وأيام لا تنسى لا تنسى. وكانت دايما في بيتي وأنا دايما عندها، ودايما خروجنا مع بعض وقعدتنا مع بعض، وكانت بشوشة وكانت كلها حنية وكانت راقية وكانت يعني صادقة جدا في كلامها وفي حنانها وتعاملها مع الناس. يعني الحقيقة أنا تلقيت خبر وفاة لميس بمنتهى الحزن العميق، ما تصورتش إن أنا مش هشوف فايزة تاني. صعب عليا جدا جدا فراق فايزة، يصعب عليا جدا جدا إن أنا أقعد من غير فايزة إلى أن نلتقي في جنات الخلد. ربنا يرحم فايزة. آخر مرة رحمة كلمتيها كانت إمتى يا مدام فوزية؟ كان يوم عيد ميلادها، كان يوم 15 يونيو، عيدت عليها في عيد ميلادها وكانت سعيدة جدا. وقلت لها عايزين نتقابل يا فايزة. الحقيقة الكورونا كانت حيشانة شوية يا لميس عن المقابلات، لكن كنا اتفقنا إن احنا هنخرج بعد كده وهنقعد مع بعض شوية، لأننا هي كانت وحشاني وأنا وحشاها جدا. ولكن لم تمهلنا الأيام، لم يمهلنا القدر الحقيقة إن احنا نتقابل. لكن أنا يعني مبسوطة جدا إن قدرت أكلمها يوم عيد ميلادها وأقول لها كل سنة وأنت طيبة. ما كنتش أعرف إيه اللي يعني اللي مستنينا بقى. ولكن سيدة في رحمة الله، ربنا يرحمها، ربنا يغفر لها، ربنا يسكنها فسيح جناته، ربنا يتقبلها قبولا حسنا. يا رب اعز اعز واحن واقرب صديقه الى قلبي الحقيقه يا لميس. ربنا يرحمها، ويعني اثرها باقي، وربنا يديك الصحه مدام فوزيه، ربنا واثرها باقي طبعا. ربنا يخليك ويصبرنا جميعا على فراق فايده. شكرا شكرا استاذه فوزيه محمد علي، دموعك غاليه علينا قوي يعني.